قمت بجوز قمت يقول ايه؟ في ناس بتبص علينا. سنايبر سنايبر سنايبر. هو ازاي؟ ازاي؟ هو ايه ده؟ يا عم في ناس بتقتل معانا. مين شين ده؟ لا لا كده كتير عليا. ما احنا سكواد. سكواد بالظبط من اللعيبه. جاب اللي فوق. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه شين؟ مين شين ده بقى؟ دول سكوادين غيرنا. دول ناس بيلعبوا معانا. بس مش ظاهرين لي. اوه احنا اربعة بس الاتنين التانيين مش ظاهرين لي. احنا اعداء دلوقتي فاهم؟ انا ممكن اتخانق معاهم اصلا وانا مش شايف. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة جوست. النهاردة هنلعب وور زون 3. انا وور زون دي نزلت اول ما نزلت لعبتها كام جيم ما فهمتش حاجة. مش عارف العب اصلا. ليه؟ الموفمنت بتاعتها وطريقة اللعب بتاعتها شبه وور زون 1. اول وور زون نزلت خالص كانت هي تقريبا بالظبط نفس الموفمنت نفس كل حاجة. بس المشكلة بقى ان انا كنت اغلب الناس اللي لعبت وور زون 2 بالنسبه لها يعني الناس اللي لعبت وور زون 2 ما لعبتش وور زون 1 بالنسبه لها دي حاجه جديده. هي نفس الموف بتاع وور زون 1 بالظبط يعني نفس الجاريه ونفس كل حاجه والسايد كانسليشن والروك كانسليشن كله. فانت لو بتلعب انت لو لعبت وور زون 1 بالنسبه لك بس تقعد معاها كام يوم بس عشان تتعود على اللعبه. وده اللي انا عملته بالظبط. انا لعبتها كام يوم؟ قعدت العب اول 3 ايام من اللعبه يعني اول نزلت 3 ايام ما كنتش عارف اقتل واحد حرفيا. بعد كده 3 ايام اول هتشوف الفيديو ده بعد 3 ايام ده اللي انا قعدت ايه اعمله في اللعبه. فاللود اوت بقى هو اللي انت هتشوفه ده اللود اوت اللي لعبت بيه يعني ده اللي بلعب بيه في الوقت الحالي عشان يعني مش اولا مش بلعب في الاسلحه كمان الاسلحه مقفوله لي عشان اخرب ايه عشان ليفل تقريبا 35 او 40 حاجه كده الاسلحه كلها مش مفتوحه لي اصلا لسه. بس فده اللود اوت يعني لو انت لسه بادئ اللعبه وكده هو ده اللود اوت اللي بتلعبه. غير كده لو عايز تكسب بقى الجيم يعني عايز تخش تكسب خليك في الهاي ما تنزلش على الارض تلعبش زي البنادمين لا خليك قاعد فوق. لما تمسك سنايبر وتفضل قاعد فوق وتصاد الناس لما تمسك سلاح وخليك قاعد فوق برضه هتلاقي ناس طالعالك. عشان دلوقتي في اغلب اللعبه الخريطه الجديده كله قاعد فوق كله قاعد لك نايم لك فوق فاهم مستني يشوف الناس يقعد يضرب. دي كنت بعاني منها بس فهمت عشان تكسب الجيم اغلب اللي جماعه هتكسبها هتلاقيك نفسك هاي او بتبقى انتوا كلكم نفس السوا واحد يعني انت واللي انت بتفوتهم انت نفس السوا واحد كلكم على الارض مش واحد فوق واحد كلكم على الارض بقى هتبتدوا بقى تعرف تفايت براحتك وش لوش مش فوق لتحت. في اغلب اللعبه هتنزل تحاول تجري على اي كونتراكت عشان تاخد فلوس عشان الفلوس بقت قليله قوي لازم انت تروح تجيب كونتراكت ذات نفسه عشان تعمله ويجي لك فلوس. فانزل في حته بعيده فيها كونتراكت وجنبها الشوب عشان تعمل الكونتراكت تروح تجيب اللود اوت تلعب اللود اوت. هتلعب بقى اسلحه تانية انت لسه ما تعرفش الاسلحه دي عامله ازاي. انا حرفيا بنزل برضو الاسلحه ما اعرفهاش بجربها بفضح نفسي والناس كلها بتجي لي عشان بفضح نفسي عشان انت اي طلقه بتضربها من غير كاتم بتبان على الخريطه. بس فدي كل حاجه حرفيا ان انا فهمتها في اللعبه. بس فلو في حاجه تانية هقولها لكم بس اهم حاجه عشان تكسب خليك في القوي دايما. بس بقى مش هطول عليكم اكتر من كده سيبكم تخشوا بقى تشوفوا الجيمين الجمال اللي انا لعبتهم. فيلا بينا. لا ده عدوي ده عدوي بيصحيني. لعبة جميلة افهم بقى لصحابي عايشين ولا ميتين اصلا ازاي يعني اشمها. اتقل بقى عشان انا في عتة بلعبه دلوقتي اتقل جرب السماعة واحدة فاهم. مش سامع عايز يو في بس عشان انا مش فاهم. طلعني فوق تاني اتأقلم عشان انا ماشي بسماعة عارف مش تسمع غير الجهة الشمال دي اي حد يجي من اليمين مش بسمعه بحسس بقى عليه. اتي بيسنا ايه ده ما 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 بقى سماعة اهي وهي واحدة التانية بايظة اهي
لحد ما مريت السماعه لقيت التايه بايظه اهي. اعمل انا ايه ولد؟ ماشي 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 ماشي. جامد جامد جامد. جامدين. حلو حلو قوي. كسبت مع سكواد ضدي. ليتس جو جايز. اللي انزلت على جي جي. انت كذاب يا اسطى. انا مفيش غير واحد بس اديته السكين. هو ما هو متنوت وسقط مننا واحد. تعالى بقى اروح ايه ده؟ تعالى من انت هجيبك هجيبك. مش شايفك يا زميلي والله. يعني ايه كل اللي انت عامله ده؟ كل ده عشان ما اخشلكش اصلا؟ انا ما انا بقى شويه انا. يلا معني شكل الرجاله فاهمه وانا مبسوط عشان هم فاهمين. واحد مات. ايدي واحد مات. الدرب عليا جايلكوا. سكواد ماتوا. حلوه مني سكواد ماتوا دي. ما انا مش سامع فنراع يعني. طب معايا بس الهاي اليرت. نفس الهاي اليرت بس تفتح نفس حياتي عشان انا حرفيا مدين لما شاف حاجه. وين اللعبه بهته شويه؟ طيب عشان الواد بره الواد بره. تعال فوق. والله ما شايف ولا فاهم. بقول لك والله ولا شايف ولا فاهم. ما فيش سماعه فسيبوني في حالي بقى. سيبوني في حالي لغايه ما ايه المهم السماعه التانيه تيجي عشان ايه ما اتعبش نفسيا معاكم. دايما انا هنرف في نص اللعبه.
تلعبش معايا اصلا تاني، بسمعش اه بس جامد لسه. اطلع لك اطلع، حرام والله السكنه والله. حد معايا؟ حد معايا؟ هات الستان. ما بسماعة فمش عارف هي فين. خش تحت. جميل قوي يا ده، انت الواد ده لعيب جدا. ايه ده؟ مش بنينا على الخريطة اللي مش فاهم. لا مش شايف ولا سامع، سيبوني في حالي. ده ايه ده؟ جبته؟ جابه. ضربه صعيب. اوعى إيه الصعقة. عجبني اوي حوار الماسك ده عشان ما تخنقش منه. او بجد والله ما بهزر، مش عارف العيال فين. بس فاجر جنب اصحابي عشان ايه، خليني بشمال عشان اسمع. يعني يا جدعان ازاي وانتوا كلكم واقفين؟ عايز اقناع. ماكش فلوس، ماكش فلوس، ماكش فلوس. والتاني ماكش فلوس برضو. ازاي؟ لا التيم ده جامد، التيم ده جامد، التيم ده جامد، التيم ده جامد والله، التيم ده جامد. معرفش احنا اصلا كسبنا ازاي. انا بتنطط بسماعه، بتنطط بان انا بسمع ناحيه الشمال بس، انا معرفش دي يمين ولا شمال اصلا. استنى دي ايه طيب؟ وانت ايه طيب؟ ما حتى مش مكتوب عليها دي يمين ولا شمال. طب انا بلعب بسماعه مش عارف، تقريبا دي ممكن تكون دي اليمين وسماعه على الشمال اصلا، هجربها بعد ما اخلص. ماشي يا جدعان، كفايه كده هنا. ولو عجبكم الفيديو الجميل ما تنسوش اللايك الجميل وسبسكرايب الجميل، وشكرا جدا ليكم. سلام.